من هنا قلب الأرض العربية نبعت الرسالة المسيحية، حيث ما زالت بيت لحم في فلسطين تحتضن مغارة ميلاد المسيح، وما زالت قرية الطيبة تحفظ حجارتها والأحفاد ذكريات الزيارة الأولى للسيد المسيح وتلاميذه. هذه بداية الآيات صنعها يسوع في قانا الجليل. نحن الآن في المنطقة الأسطورية وهي منطقة المغطس، المنطقة التي ربطت العهد القديم بالعهد الجديد، المنطقة الذي كانت انطلاقة المحبة الخلاصية في المعمودية المقدسة للرب يسوع المسيح الذي حضر من غرب الأردن، غرب النهر، وعبر الأردن من خلال النهر واعتمد من يوحنا المعمدان.